أهلا وسهلا بكم في قناة شهوة غزالة بوصفة جديدة، كوكيز منزلي تيبغي وليداتنا، وصنع بمكونات بسيطة. أتمنى أنكم تتابعوا الفيديو وبصحة وراحة. على بركة الله ندوزو تحضير المقادير. أول حاجة ناخدو الزبدة، تقريبا واحد 250 غرام ديال الزبدة مع كاس ديال السنيده، وغادي نبقى نمعس فيهم بحال هكايا. نديرو واحد جوج بيضات. بصراحه هاد الكوكيز تيجي زوين وتيجي اقتصادي. غيتبعوا معايا الفيديو المراحل، ونتمنى انكم تجربوه وتخليوا لي التعاليق ديالكم. نبقى نطرب مزيان الزبده كي قلت لكم على حراره المطبخ يعني، ونزيدو الزيت واحد كاس ديال الزيت، ونبقى نخلط بشويه بشويه تتجانس العناصر. نزيد الدقيق غير بشويه بشويه، والدقيق على حسب النوعيه ديالو بما تجمع لينا العجين. نزيد فانيا وحده وخماره وحده، تخلط كلشي مع النواشف، ونكملو نجمعو العجين ديالنا. هانتوما انا العجين، هي بعد ما تجمعات شفت تجي ما بين وبين مقاصحة مخفيفة، وخديت قسمتها وبغيت نخلط واحد العجينة وحدة بالكاكاو وعجينة نخليها سامبل. هذا هو الشكل النهائي الكوكيز، بصراحة تيجي زوين وبنين. أنا ديما تنصيبو لوليداتي، وتنبغيت أنا نشاركو معكم أي حاجة بسيطة غير مكلفة، تنبغي نشاركها معكم. تيجي زوين تمن هانتوما، تيجي رطيطب وبالصحة والراحة.